السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة سهولة النحل تي في. إخوة الكرام، هذه هي المحطة الأخيرة من المحطات اللي كيمر بها النحال، اللي هي المحطة كيف قلنا الأخيرة، مرحلة الجني، جني العسل. إن شاء الله الرحمن الرحيم اليوم، يعني بطبيعة الحال أنا ما جيتش باش نستعرض لكم هذا المنتوج ديالي، يعني بقدر ما أنا يعني حبيت باش نعطيكم فائدتين. الفائدة الأولى ضرورة النظافة، نظافة النحال، نظافة المكان اللي غادي تقوم يعني بجني العسل فيه. وهذه النظافة بطبيعة الحال راك تبدا من الأول. الإخوة اللي كيمشيو باش يبداو الإطارات من يستخرجوا الإطارات من الصناديق، ضروري أنهم يكونوا نظيفين. زائد أن المكان اللي غادي تقوم بالعمل فيه يعني خصو يكون نظيف. نظافة النحال يعني خصو يكون عنده واحد البدلة يعني نظيفة، يعني لا بأس واحد البدلة تكون يعني عندك يعني مرة كتجني، تخليها يعني خاصة بالجني مع الأدوات ديال الجني يكونوا معقمين ونظيفين. نظافة البدلة، وماشي بالضروري هاد البدلة بحال هاد الشكل، يعني كتوفر لك النظافة، هي بحد ذاتها نظيفة. ما شاء الله نظيفة، يعني ماشي بالضروري انك تقتني هاد البدلة، وانما تكون نظيف، يعني ما شاء الله يكون شعر نظيف مع لحية نظيفة، الشعر يكون مغطي، واحد الكاسكيطة، واحد يعني قبعة، وكيف قلنا اللحية إذا كان عند الأخ النحال لحية تكون نظيفة، قفازات حبذا لو كانوا من بلاستيك، واللي يكونوا من بلاستيك يعني بطبيعة الحال إذا كنتي كتقوم بجميع أعمال ديال يعني العمل الجني، يعني كل مراحل الجني خصك يكون عندك الماء حداك. علاش؟ باش مرة توصل الأيدي ديالك، سواء كانت يعني ما فيهاش يعني قفازات أو فيها قفازات، يتوصلوا القفازات. وكذلك هاد القطعة تكون نظيفة، نظافة السكين، نظافة النحال، نظافة الوعاء، نظافة هاد الآلة اللي غادي يجني فيها العسل، كذلك نظافة الإطار. الإطار كيف قلنا الإخوة اللي كيكونوا كيجنيو العسل تينقيو الإطار، إذا عنده واحد الشتاء تينقيه مزيان من الأطراف ديالو ومن الفوق. وكذلك بطبيعة الحال ملي تيكون يحيد النحل راه تينقي، هي تتم عملية النظافة. هذه هي الفكرة الأولى اللي حاولت أن نوصل لكم، هي النظافة. ضروري إخوتي الكرام أن النظافة، النحل نظيف ما شاء الله، يعني كيقوم بهذا العمل وكيدير هذا المجهود، يعني حتى خصك تكون مكمل له، قام يعني ما شاء الله بجمع العسل وختمه ما شاء الله. لاحظ ما شاء الله تبارك الله، يعني طبيعة الحال الإخوان الحالة اللي تيشوفوه ما شاء الله جيد. علاش؟ لأنه جلد على عظم، ما فيهش تغذية، ما كتكونش التغذية تيكون جلد على عظم بحال هكا ما شاء الله الرحمن الرحيم. والمسألة الأخرى اللي حاولت نوصل لكم هي النحال، يعني ضروري أنه يكون عنده برنامج. البرنامج ديالاش هو أنه من تيقترب وقت الجني كيراقب الإطارات، كيراقب الصناديق. علاش؟ باش النحل ما يدخلش في المحصول. هاد الثقاب هادو الإخوة الكرام إلا كتشاهدوا، هادو هو دليل على أن النحل بدأ يأكل المحصول ديالو،
هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم دابا شهر 8 يعني فاتح محرم للسنة الجديدة لهذا العام ما شاء الله. قلنا هذه الفائدتين، النظافة أول شيء هو الكرام، كذلك النحل أنه قبل من ما يبدأ يجني النحل خصو يجني العسل خصو يراقب المحصول ديالو، وإلا أنه غادي النحل ما يخليلوش شي حاجة بسيطة. هانتوما الاخوه الكرام، هالتوقع هادو اللي كتشاهدوا كيف ما قلنا، يعني ملي كيحتاج النحل العسل كيرجع له حتى صافي، راه غادي وكياكل في المحصول اللي جمعوا كله كياكلو، بالاخص الى ما كانش كيغطي. اما بالنسبه اللي كيغطي راه مضغوط عنده العين، غادي يغطي كيغطي كيغطي شي شويه تيحبس وشويه يعني. هذه راه عادية المسألة، وأسهل العملية هي أنك تجني العسل من 3 شهور 3 شهور، يعني عسل المواسم، كتكون شي زهرة شي نوع من الإزهار شي نوع من العسل في الطبيعة، كيقوم النحال بترحيل الصناديق ديالو لهذاك المكان اللي فيها اللي فيه ذاك الزهرة اللي يعني كتنتج ديك النوع من العسل، يعني باش تجني العسل من سنة إلى أخرى. هذا عمل شاق جدا وفي نفس الوقت سهل، يعني سهل الطريقة ديال العمل ديالو سهلة. وأنا راني عطيتكم هاد الدروس هادو اللي خاصة بجني العسل من سنة إلى أخرى، وركزت عليها في الدروس ديالي. علاش؟ لأن كثرة النحالة ما تيتعطاوش لهذا النوع من العسل، كثرة النحالة ما كيتعطاوش لهذا النوع من العسل. هذا ما كان إخوتي الكرام، وطلبوا الله يبارك لنا في الرزق هذا، والله يسهل على الجميع والله يوفق.